أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن استعداد شرم الشيخ الكامل لعقد جميع المؤتمرات والقمم العالمية، كما أكد فودة وجود توجيهات من الرئيس السيسي بالاستعداد التام لقمة المناخ القادمة التي تشهدها مدينة شرم الشيخ للخروج بأفضل صورة. إن شرم الشيخ ما ينفعش ما تبقاش جاهزة، وما ينفعش ما تبقاش جاهزة على طول. ليه؟ مدينة بيجيها يعني بيرتدها سائحين من جميع دول العالم. مدينة ليها شهرة عالمية، لها معشوقين في الخارج كتير يحبوا شرم الشيخ. ما ينفعش إن شرم الشيخ، وده الكلام ده أنا بنقله للمرؤوسين، بنقله للناس اللي بيشتغلوا معايا، بنقله لرئيس المدينة، ما ينفعش حضرتك المدينة تبقى في يوم من الأيام فيها بقعة مية ولا فيها ورقة في الشارع، لا. فإحنا باستمرار محافظين على جمال ورونق المدينة. أنا عامل عقود صيانة للزرع اللي أنت شايفاه ده بره، وبعدين عامل عقود كمان على مناطق مساحات تانية بزرعها، يعني أنا بمتد في الجرين المساحات الخضراء. بيجي بقى إن إحنا مثلا عندنا مؤتمر زي مؤتمر مكافحة الفساد الشهر اللي فات، ما كنا جاهزين. بعد 3 أسابيع بالظبط كان مؤتمر امتداد الشباب. بنلمع بقى، بنلمع اكتر، بنزود مساحات خضراء اكتر، بندي اهتمام اكتر شويه، لان انا عارف ان انا عندي 3000 يعني فرد هنا موجودين، وبعدين عارف ان هذا المؤتمر اديك شايفه العالم كله بيتابعه.